اختار الله عز وجل ترجمانا لكتابه لعباده جميعا إلى قيام الساعة اللغة العربية. إذن شرفت اللغة العربية بهذا الاختيار الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. اللغة العربية أفضل من سائر اللغات الأخرى تماما، لكن بماذا شرفت مرة ثانية؟ بالإسلام، بالإسلام شرفت. ولولا الإسلام لكانت اللغة العربية خبرا من الأخبار التاريخية تسمعها ولعلك تظنها أسطورة من الأساطير. كان في أكثر من 12 لهجة عربية، كل لهجة كانت عم تهدد اللهجة الأخرى بالزوال والانمحاق. ولو بقيت هذه اللهجات مدة من الزمن وما جاء الإسلام تتحول اللهجات إلى لغات، وكل لغة تنفصل عن اللغة الأخرى، ما عاد في لغة عربية. ما الذي جعل هذه اللهجات كلها تتضافر في لهجة واحدة هي لهجة قريش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الناس في جنبات الأرض لغاتهم شتى، الكردي والتركي والأفغاني والأمريكي والبريطاني وما إلى ذلك والعربي. طيب، ما الذي جعلهم جميعا يصبغون ألسنتهم باللغة الجامعة التي هي لغة القرآن؟ دين، مظبوط. والله لولا العقيدة ما بتعلموا اللغة. أنا إنسان كردي الأصل، ما الذي جعلني أشرف بهذه اللغة وأتكلم بهذه اللغة؟ كتاب الله عز وجل، الإسلام. دخل الإسلام هيمن على كياني، لابد أن أفهم ما يخاطبني به رب العالمين، إذن لابد أن أتعلم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية ودعيت مرة إلى الجزائر، إلى منطقة اسمها بجاية، فيها أناس بربر. كان هنالك مساع لتنصيرهم، لإبعادهم عن الإسلام، وكانوا يتصورون أن حقوقهم منتقصة واللغة العربية فقط يعني لا تحترم الدولة اللغة البربرية وما إلى ذلك. دعيت إلى أن أذهب إليهم فأحدثهم عن الإسلام. طيب، كيف استطعت أن أحدثهم عن الإسلام وأجمعهم على هذه على هذا المحور الجامع الذي هو بعد العقيدة الإسلامية اللغة العربية؟ وقفت أمامهم، قلت لهم أنا إنسان مالي عربي، أنا كردي، أنتم بربر وأنا كردي. نعم، يا ترى شو اللي خلاني استأنس فيكم أنتم تستأنسوا فيي؟ شو هو؟ الإسلام. الإسلام جعلني استأنس فيكم هلا، أنتم عم تسلموا علي وتوفوا كذا إلى، وأنا عم استأنس فيكم أنتم عم تستأنسوا بها الإسلام، بها الدين. طيب، هذا الدين هو الذي جعل الجامع المشترك في التفاهم بيني وبينكم اللغة العربية. فنحن الآن نأتي إلى هذه اللغة ننهل من معينها، لا من أجل قومية، لا من أجل قومية تعلو على قومية أخرى، ولكن من أجل أن نفهم خطاب الله، من أجل أن نعي كلام الله سبحانه وتعالى لنا. إذا ما تعلمنا هذه اللغة ما راح نفهم ربي شو عم يحكي لي. ما بتحبوا رب العالمين؟ كلنا بنحب رب العالمين. شوف، ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا أن القائمين على أمور المجتمعات الإسلامية عندما يعزفون على هذا الوتر، وتر هذا الدين، هذه العقيدة التي تهيمن على القلوب عاطفة ووجدانا، تستطيع أن تجعل اللغة العربية هي اللغة التي تهيمن على العالم الإسلامي وتكون هي اللغة الأقوى. لكن إذا أجيت صرت تغذي اللغة العربية بمشاعر القومية، ساعتها شو بتساوي؟ بالعكس، وتم تجي بتعتز باللغة العربية من منطلق القومية، شو بتكون ساويت أنت؟ أثرت المشاعر السلبية عند الأتراك، عند الأكراد، عند البربر، عند هؤلاء جميعا، لا، مثل ما صار هناك. نعم، فلماذا تترك المعين، تترك المصدر، هذا المصدر الذي هو كتاب الله، الذي هو خطاب الله لنا؟ شاء الله عز وجل أن يخاطبنا بهذه اللغة. إذا نقول يا رب
سنتعلم جميعا هذه اللغة التي تخاطبنا بها، وبعدين كل واحد يتعلم لغته كمان، ما يجر لغته بشكل من الأشكال. إذن وحدة هذه الأمة تتمثل في عقيدتها، والعقيدة هي التي تتبنى هذه اللغة. نعم، اجعل العقيدة هي أساس وحدة هذه الأمة، ثم انظر كيف أن العقيدة تلعب دورا فعالا كبيرا في حماية اللغة العربية.